بعيد عن المركز فإنه لم يولى بالاهتمام الذي كنا نتمنى أن يولى به من طرف جهات معينة. ومع ذلك أقول للحضور الكريم أننا فخورين جدا بما حققناه من إنجازات ومن نتائج يفتخر بها الكل، لا على مستوى السنة الثانية بكالوريا علوم فيزيائيات ولا على مستوى السنوات الأخرى. طبعا ثانويتنا استطاعت أن تحقق أكبر إنجاز إشهادي على المستوى إن لم أقل الإقليمي لم أقل جهوي، شملان بارك الله في أيامه وفي علمه وفي سلوكه وفي أخلاقه، حقق إنجازا تاريخيا بالنسبة لثانويات مقدم بوزيان 18.59، وكان بقدوره أن يحصل على نتائج أوفر وأعلى من هذه. وكنا ننتظر بفارغ الصبر أن يحتفى به من طرف الجمعيات المدنية ومن طرف السلطات ومن طرف النيابات ومن طرف رجال التعليم ومن طرف ساكنة قرية أكمل، لأن مثل هذه الإنجازات لا تتكرر مرتين وثلاث مرات. إذن نفس الشيء ينطبق على التلميذة أخو نوال التي حققت إنجازا على مستوى المؤسسة وهو 15.76. أيضا لدينا الطفل البرعوم قريني نوفل الذي حقق أعلى نسبة على نجاح قلت على المستوى المؤسسة. ولدينا أيضا قائمة أخرى من التلاميذ آية حسني وبزيوي أمينة. إذن هنيئا لمؤسستنا، هنيئا لأساتذتنا، هنيئا للطاقم التربوي. ومباشرة قبل أن نوزع الجوائز سأحيل الكلمة إلى أحد أعضاء جمعية آباء أولياء التلاميذ ليقول كلمته في هذا اللقاء. نحن نقول أستاذ كينوة الكشمدان اللي شرفنا وشرف الإقليم ومنطقة الحال كنهنوا الأستاذ نوال كنهنوا لهم مسيرة مباركة وهذا الشيء شكرا للصحفية فهو لا يترك نازلة ولا يترك حادثة ولا واقعة إلا وصلها ببصمته الطيبة. طبعا معي الطاقم الإداري، معي سي شكري ومعي سي محسين، هم أدرى مني بكفاءة التلاميذ لأنهم واكبوا رحلة التلاميذ، منهم من واكبها منذ السنة الأولى إلى السنة الثالثة ثانوي يعني من السنة المشتركة للسنة البكالوريا، ومنهم من واكب أيضا من السنة الأولى إلى السنة الثالثة إعدادي يعني السابعة إلى السنة التاسعة. إذا لكي يقول كلمتهم في كل تلميذ أحيل كلمة السيد الحارس العام تشكري يقول كلمة له في تلاميذ سنة ثانية. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. شكرا للسيد مدير مؤسسة تلاميذ مقدم بوزيان،
الشكر موصول لمدير الجماعة لممثلي جمعية آباء وأولياء التلاميذ، لممثلة الصحة ولممثلي النسيج الجمعوي على الصعيد أكمل. كما تعلمون يعني جميع التلاميذ ينتظرون مثل هذه المناسبات، مناسبة تكريمهم والاحتفاء به، احتفاء بمجهود سنة دراسية كاملة لا بد من أن ينالوا حقهم من الاعتراف بتلك المجهودات التي بذلوها طيلة موسم دراسي شاق وطويل جدا. كما سبق وأن أشار السي عبد الرزاق في كلمته، فثانوية القدم بوزيان شرفتنا هذه السنة وشرفنا بالخصوص ابننا إبراهيم شملان الذي حصل على معدل ممتاز على الصعيد المحلي والإقليمي والجهوي. تم الاحتفاء به الأسبوع المنصرم على مستوى مديرية ناظور، وددنا أن نحتفي به هنا بأكمال قبل أن يحتفى به في الناظور، والحمد لله جاءت هذه المبادرة وهي مبادرة محمودة، يشكر الجميع ويشكر كل من ساهم فيها من قريب أو بعيد. إبراهيم شملان كل ما يمكن لنا قوله في حق هذا التلميذ النجيب، فحفظك الله وسدد خطاك وجعل النجاح رفيقا لك في مشوارك، ونتمنى لك أن تصل إلى تحقيق هدفك المنشور ألا وهو الطب. علمت أنك لم توفق في الامتحان الذي اجتزته، لكن أمامك فرص وفرص أخرى، وأنا على يقين أنك ستنجح إن شاء الله. كان هناك تلميذ آخر حصل على معدل 19.13 والرتبة الثانية على صعيد المؤسسة الثانية علوم فيزيائية، كان من نصيب تلميذ محمد طلب. بالنسبة للرتبة الثالثة على مستوى العلوم الفيزيائية حصل عليها التلميذ بلدي أسامة 16.75 بالنسبة للعلوم الفيزيائية. بالنسبة للعلوم الإنسانية شرفتنا بنتنا نوال الكوكو التي حصلت على معدل 15.76، هنيئا لك نوال ومزيدا من التألق خلال مشوارك الدراسي. الرتبة الثانية كان هناك نوع من التقارب، حصلت عليها التلميذة أصغى كريمة 15.60، والرتبة الثالثة شعاع عبد الفتاح 15.50. هذا بالنسبة للمستوى الإشهادي الثانية بكالوريا سواء العلوم الإنسانية أو العلوم الفيزيائية. بالنسبة للسنة الأولى إعدادي التلميذ نوفل قريني بزغ نجمه في المؤسسة بمعدل 18.45، وبالنسبة للثانية إعدادية هناك تلميذة حسين آياء 18.38. نحن كطاقم إداري هؤلاء التلاميذ هم تحت المجهر يحتاجون دعمنا ومساندتنا، وسنعمل جاهدين على توفير جميع الظروف لكي يتألقوا ويصلوا إلى مبتغاهم ألا وهو تحقيق أفضل النتائج حتى ينالوا ما يستحقون من التتويج ومن التكريم. هذا كل ما لدي، وشكرا للجميع مرة أخرى على حضورهم، والسلام عليكم. شكرا أستاذ شكري على هذه الإحاطة المتميزة، وسأحل الكلمة للسيد لك المتغير في بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. نتقدم بجزيل الشكر لسي مدير المؤسسة مدير ثانوي مقدم بوزيان، ومن خلاله إلى الطاقم الإداري المجهودات المبذولة خلال السنة الدراسية. كما أتقدم بالشكر إلى السيد مدير جامعة أكمال والسادة ممثلي وزارة الصحة والإخوان ممثلي الجمعيات المدنية بمنطقة أكمال. كما لا ننسى أن نقدم الشكر
الموصول إلى الإخوان الأساتذة على الجهودات المبذولة خلال السنة الدراسية، لأن النتائج المحصل عليها ليست وليدة شهر بل وليدة سنة. كما أريد أن أشيد بالتلاميذ الذين حصلوا على معدلات جد مشرفة، وهذا ليس بجديد بالنسبة لمنطقة أركمان، لأننا منذ سنين نعمل بهذه المنطقة. كل سنة الحمد لله تلاميذ يحصلون على معدلات جد مشرفة ويتمكنون من ولوج كليات والمعاهد العليا على المستوى الوطني، وهذا يشرف الإقليم المؤسسة. كما أتقدم بالشكر إلى شملال إبراهيم، التلميذ الذي عهدنا فيه حسن السلوك والمواظبة والعمل المتواصل والدؤوب، وأدعو كافة التلاميذ الحاضرين والذين لم يتمكنوا من الحضور باتباع خطاه والعمل على نفس المنوال من أجل الوصول إلى مراتب وإلى من أجل تحقيق أحلامه. شكرا إخوان على الحضور لهم وشكرا جزيلا. شكرا محاطة شاملة بسلوك وبرعاية التلاميذ المتميزين الناجحين في هذا الطور الثاني والطور النهائي من السنة الدراسية 2016-2017. طبعا كما قلت سابقا يحضر معنا ثلة من رجالات ونساء قرية أركمان، لهم ولهن وقع خاص في المنطقة، وأذكر هنا بل أحدد بالذكر الدكتورة أمينة التي كانت إلى جانبنا منذ بداية السنة في كل المساعي والمشاوير الخاصة بالصحة المدرسية، لم تبخل علينا ولو مرة واحدة، كانت تترك مهامها، تترك كل المتعلقات بحياتها الخاصة ونجدها إلى جانبنا، بل في بعض الأحيان كنا نصادفها هنا من دون أن تخبرنا بأنها في مهمة إلى المؤسسة. نقول لها جزاك الله على كل ما قدمته لهذه المؤسسة وما قدمته للمصلحة الطبية لقرية أركمان ولأركمان بصفة عامة. ثم إلى جانبنا أيضا السعيد الذي كان يحضر هو الآخر الثانوية في أوقات متعددة ومختلفة، نجتجده دائما إلى جانب الإدارة، إلى جانب الحراس العامين، إلى جانب المدير، يسأل ويتساءل حول وضعية التلاميذ، حول النقل المدرسي، حول تكريمات الأساتذة في كل صغيرة وكبيرة إلا وكان معنا. سي رشيد أيضا رجل له قامته في المنطقة، يحضر معنا، يستشيرنا، يطالبنا بالاستفسارات حول وضعية المؤسسة، حول وضعية التدبيرية للمؤسسة، يبحث لنا عن بدائل بيداغوجية، بدائل تربائية، بدائل في كل شيء كنا نجده إلى جانبنا. إلى معنا أيضا الدكتور ميمون مدير الجماعة، هو أيضا كلما طالبناه إلا وكان إلى جانبنا. نتمنى من الحضور الكريم أن يكون دائما إلى جانب تلامذة قرية أركمان، وأن لا يغيبون عنهم لحظة واحدة، فما أحوج التلاميذ إلى الهيئة التربوية وإلى هيئة الأساتذة وإلى المجتمع المدني وإلى كل ما يمكن أن يمدهم بيد المساعدة، لا سيما وأن أكثر من 60% من تلاميذ المؤسسة ينحدرون من مناطق قروية. إذا الظروف التي سرتها الدراسة داخل المؤسسة هي ظروف صعبة، ومع ذلك فالنتائج التي تحقق هي نتائج جد مرضية، وهذه معادلة صعبة لا يمكن أن يفهمها أي كان، ولكنها واقع قرية أركمان، قرية أركمان التي أعطت ولا زالت تعطي مزيدا من الرجالات ومزيدا من التلاميذ ومزيدا من الأعلام. إذا فهنيئا لكم ساكنة قرية أركمان، وهنيئا لنا بتواجدنا معكم. إذا معنا أناس آخرين قدموا ولا زالوا يقدمون الكثير لهذه المؤسسة.
إذا إن نسيت أو تناسيت فالاستسماح عن ذلك. طيب الآن سنمر مباشرة استعلالية لكي إلى كبد المستقبل الجديد للتلاميذ. وشكرا للمدرسة.
شكرا. ان ثانويتنا توجد في المجال الترابي للجماعه، والجماعه لها قدر معين من المسؤوليه على كل مؤسسات قريه أكمان، لذلك نطلب من السيد ميمون في السنه القادمه والسنوات القادمه ان شاء الله ان تتكثف العلاقه ما بين الجماعه وبين مؤسسات جامعه، ليست ثانويه مقدم بوسين فقط، وانما كل مؤسسات تعليميه وباقي المؤسسات الاخرى العموميه او الشبه العموميه. حبذا لو كانت هناك في السنه القادمه ان شاء الله زيارات ميدانيه لهذه المؤسسه من حين لاخر. مثلا نتمنوا الرئيس ديال الجامعه واحد المره يزور الثانويه ديال مقدم بوسين، غادي يكون فخر الثانويه وغادي يدل على ان حتى الرئيس اعتقد ان 3 سنين، هذا ماشي عيب غادي نقولوا 3 سنين وانا هنا ابار سيميمون ما جاتنا حتى شي واحد من الجامعه حتى واحد عمره ما طلب منا، ولكن نتمنى ان تكون هذه الزياره متبادله. نحن بطبيعه الحال لا نطلب الاشياء الكثيره، لدينا ما يكفينا احيانا من المتطلبات التي يمكن ان ننجزها او لا ننجزها القدرات ديالنا معروفه، ولكن من باب تشريف المؤسسات وان يحضر بعض المسؤولين الكبار عن الجماعه الى هذه المؤسسه، واعتقد انهم لم يبخلوا عنا بمثل هذه الزياره. طيب اذا قبل هذه هو ان نكرم الاستاذه الدكتوره امينه بوعيادي، ويتقدم الاستاذ حسان للتقديم الشهاده التقديريه عرفانا وامتنانا بما اثبته لنا الدكتوره الاستاذه. شكرا. الاخت الحفيظ ايضا معنا حضر معنا. الاخت الحفيظ. غادي نكرموه نظرا لما اداه لهذه المؤسسه من خدمات جليله، واللي غادي نكرموه هو الدكتور سعيد. اعتقد انه اطلال من العائله. الرجالات الذين ظهروا ولا زالوا على امن وغذاء التلاميذ، لكن تساوي يتعلق الامر بالسيد بكاء محمد. ما جاش بالنيابه في مجلس الثقه اليمين يقدم الشهادة التقديرية. جدا 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 الناس ياخذ بعين الاعتبار الذوق ديال التلاميذ، الصحة ديال التلاميذ، طريقة الطهي، إذا النظافة ديال الأحيان، النظافة ديال الداخلية، مجموعة المسائل كان كيديرها هو، وبعض الأحيان يتجاوز حتى هذه المهام الى مهام اخرى، مثلا في التنظيف ديال المؤسسه وعندنا الاشجار، وعندنا النباتات وكذا، في كل حاجه كنا كنلقاوه. كنتمناو له ان غوتريت سعيده، نتمنى ان شاء الله ماشي غادي يمشي يقعد يمشي وراء طوارق مع الحريم قريب البحر، ان شاء الله نتمناو له واحد الحياه سعيده الى جانب اسرته زوجته ابنائه. ايضا معنا الشيخ شقيق بن عيسى، ايضا من الناس الذين اشتغلوا في الخفاء واسدوا خدمات جليله ومهمه للمؤسسه. الشهاده سيقدمها السي عيسى. شاب جدا انه كياخذ بعين الاعتبار ساعات الدخول ديال التلاميذ، وكاين شي اوقات قبل ويكون مع بكري، وكاين عدد ديال التلاميذ شحال ديال التلاميذ يطلعوا معايا شكون اللي متغيب وكذا. اذا نتمنى حتى من السائقين الاخرين اللي متواجدين معنا يكونوا في نفس المستوى، يكونوا في نفس المسؤوليه، ويكونوا
يكونوا على أخلاق تربوية لأنهم أنتمون إلى سمي إسطورة عندهم أنهم خدامين مع الفتاو خدامين مع الجامعة ولا مع مجالات أخرى إذن يكونوا في مستوى الأخلاق مستوى العلاقات التربوية ونتمنى لهم إلى تلاميذ إذن هنا في شمال إبراهيم إبراهيم نور أقرب الناس إليه كنت أتمنى لو كانت الأم ديالو هنا ولا الأب ديالو وهنا غادي نقول واحد الكلمة جد مقتبرة أن التلميذ كان كيقرأ بدون إجهاد وبدون جزئية من أمرية هي رغبة تسكن هي رغبة اقتنع بها لأنها مسؤولية وتفوق وأنا فخور بك يا ابني Levez-vous tous en pied du bagne, on vit ici à la campagne, pourquoi vous restez en silence? Cela pouvait s'arracher la balance. Ma mère sans vous y serait tout le temps condamnée, tous les jours emprisonnée, chaque instant instantanée, etc. Je suis déprimé, ainsi que je ne serai jamais à fait opprimé. الى يوم الاب انا حاضر نديروا الاشهاد هذا المؤسسه وغادي نعلقوا الصوره ديالكم نعلقوا الشهاده ديالك انت ومجموعه ديال التلاميذ اللي دازوا من هنا هذا اقل ما يمكن نعم اقل ما يمكن غادي نديروه معك غادي تقول لنا كلمه قبل ان تغادر اولا لكن جبرائيل كنشكر العائله ديالي وخصوصا ابو الام بالنسبه للاب يعني من البدايه يعني ملي كنت صغير يعني كنت يعني داكشي ديال الخدمه في الدار مثلا نقول لكم احمد ما تخش لا حتى تكمل واحد التمرين صافي كي يعني مع ديك التحديات مع الولد بقيت كنكتسب المهارات انا بوحدي وبالنسبه للام راه ما عرفت الدور ديال الام واخا يعني كان بالنسبه للاساتذه وبالنسبه للاعضاء ديال المؤسسه الدور يعني بلا ما عاوتاني نذكر الادوار ديالهم حيت الدور ديالهم بادئيني باهي كي توجيه كيعاونك كيعاونك كيدير معاك مجهودات بدون مقابل غير ذلك اوكي بالنسبه حتى الاصدقاء ديالي واخا كي شي واحد نقدر ما نشكرهمش ولكن كنشكر الاصدقاء ديالي مثلا اي جلسه معاهم كيكون تجيهات مثلا في الاصدقاء يقول لك يعني سير تخدم ولا يعني مثلا سير في الدار سير تشتغل كثر باش انك تشتغل في المؤسسه وكتزيد يعني كتزيد هذا السي شملان هذا مدير اللي اختار لك واحد اخر الشهاده اللي يقول العلميه كتب علميه شيقه فيها كتب فلسفيه في الاستيمولوجي وفيها لي رومون اون فرونسي وان اونجلي ونتمنى داك الشيء تقرا ولا على ما كان ديالنا غير تقرا مباشرة كان نوال نوال غادي نخلي الحال عن بعضها كلمة وجيدة هي تلميذة مجتهدة وجد جد جد متخلقة أخلاق عالية وسلوك تربوي يندر أن نحصل أو نجده داخل المؤسسة هذا عبر ملاحظة المدير ولكن حالة العام سيقول قولة الرسول في المدينة. مع ثانية أقول في حق التلميذ نوال أنها تلميذة تمتلك من القدرات والملكات الذهنية والفكرية يعني ملكات ممتازة جدا. ما كان يلفتنا نحن كإداريين أنها كانت تشتغل في صمت. تشتغل في صمت. أينما
بحثت عن هذه الساحة تجدها بين زميلاتها يسألنها عن المقررات، يسألنها عن المسائل المرتبطة بالدراسة، فتجدها لا تدخل عليهن بشيء. دوان قلما كانت تلج إلى مكتب غياب للحصول على ورقة الدخول، وإنما قل لم تتغيب خلال سنتين دراسيتين كاملتين. يعني كنت أنا هنا في الحراسة العامة سنتين وهي معايا، ربما ما كانش عندها شي سعادة غياب نهائيا. بالنسبة للأنشطة كانت هي السباقة في اختيار واقتراح الأنشطة التربوية للمؤسسة. يعني تلميذة تبارك الله عليها وما شاء الله عليها باسم يعني الطاقم الإداري، أتمنى لها مسيرة موفقة إن شاء الله، وأن تختار توجيها مناسبا والذي يلائم قدراتها. قول لنا واحد الكلمة. وكذلك كمان شكر جمعية أولياء وآباء تلاميذ، وبدوري كمان شكر الأساتذة الكرام اللي مقصوص مجهودهم تجاهنا، وشكرا لكم. شكرا. ماشي مقصين فيها الشهادة التقديرية. أيضا نتمنى غادي تحصل هذه الكتب فيها مجموعة ديال الدراسات أدبية مسائلية تاريخية. الموظفين والرجالات الذين يحضرون معنا ويزاولون مهامهم الشاقة، يزاولون مهامهم الشاقة في تبدة ويحرصون على راحة تلاميذ بالقسم الداخلي وبالعام. نود من هذا المنبر أن نكرم أستاذ جليل السي أحمد المجدوبي على ما ليس مقتصدا فقط، وإنما استنبه أنه حاضر في كل شيء، يتواجد معنا بالإدارة مع الحراس العامين مع المدير في كل مكان، حتى مع الطاقم التربوي في النسخ في كل شيء، ودائما متواجد معنا. سأحمد وقت التليفون وقول له مراحة المعدوم. نحن نحصل أيضا على معدلات بليار سكرين نوفل موضوع الدين قرين نوفل من المسؤولة. أعتقد أن الأرضية اللي قدمها أحسن من شيء واحد. أن تقال كلمة من طرف الحارسين عن بيت الحمسة كلمة هذه. يلج دائما إلى مكتب والديه وهو بجوار مكتبي، أشد على يديه بحرارة بكونه قد مثل مديرية ناظور على المستوى الوطني في الملتقى الوطني الملتقى العلمي الوطني بالرباط، هو وأستاذته ليلى إسماعيل أستاذة مادة علوم الحياة والأرض، وتلقى تشجيعات من طرف اللجان المشرفة على هذا الملتقى. نوفل تلميذ شومي
هذا الشيء الناس الله باغي يحرم الله الله باغي يشوف اللي يحرم الله لا نشدوا بين هدايا تتبوا لنلتشي كلمة يا الله لم أكن لم يتم إخباري بأنني سألقي أي كلمة وهي الكلام أخبر ولكن أقدم الشكر الجزيل للمدير عبد الرزاق العمري والحارس العام سي شكري والحارس العام أيضا سي محسن والأب ديالي الذي دعمني كثيرا و يعني تشرفت بمعي كثير قبل أن يلج المفتتح والحمد لله حافظ على نفس السلوك والنمط تلميذ خلوق متخلق مجتهد عملي يعمل كما قد تشكر في صنف الصفة التي يعني تجذبني إليه هو رزانته تلميذ عظيم وإن شاء الله يلتزم على نفس المنهاج غادي إن شاء الله يوصل شي مرتبة اللي هي عليا مستقبلا إن شاء الله الله يوفقه ويجعله إن شاء الله أي حسني حسيني هنايا ايوا شي واحد كاين الوالده كاين باش يشوف اذا غادي نتعرف منها والسي بحكام غادي يرد لك قدام السي رشيد اذا شركه الشوكيت جيده كانت شي شي اي حسيني تشبه كثيرا نوف القريني في طريقه اشتغالها وطريقه تصرفها تلميذة خلوقة جدا تشتغل كذلك في صمت هي قدوة في قسمها ومنضبطة أشد الانضباط غياب صفر غياب خلال السنة الدراسية نتمنى لها مسيرة موفقة إذا هادو ديال جائزة بكالوري إذا عندنا جائزة أخرى برزيوي أميمة السنة الثالثة إعدادي كاينة إذا سعد رزاق الشجر الموديل سعد رزاق أشبهته القرية شي وحدة غير شي وحدة من هذه غير شي وحدة أشقر تلامذتنا بمستويات بكالوريا على طريقتنا الخاصه اذا فليتقدم استعلالي او احد من الجمعيات لتقديم الجوائز للتلامذه انك تصب في غد منها ايضا جائزه سيبوكا حتى هو سبحان الله جائزي هذا يعطيك السلال العينيه زوج ديال المجتهدين نجد بالدمج ثم كبير وعزيز علينا بزاف ذاك المؤسسه اقولها صراحه من دون المؤسسه ما كانش فيها شيء جدا انسان نزيه انسان عملي كيخدم الصبح والعشيه يعني في الفوسط الليالي كيقول لي استعفى الرزاق عندنا كذا وكذا 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 يعني شنو غايدير تبارك الله عليه انه محبوب عند الطاقم الاداري محبوب عند الاساتذه محبوب عند الناس ديال برا كاملين محبوب عند الشركاء اي شاد توفلته كما كتقابل المغربيه هو من قبلها وهو كيعالجها تبارك الله عليه بالمناسبه راه بقى كيضرب علينا Thank you.
الأربعين الدوزيام أني سونس فيزيك باكالوريا بديت إني حتاخد نتيجة مشرفة إني بالنسبة خاصة للنتيجة ديال الامتحان الوطني اللي مواد 59 الطبيب الثاني على الصعيد الإقليمي. أولا اليوم عندنا تكريم على وفاة المؤسسة اللي فرحنا بزاف، اولا كي شكرونا على المجهود اللي قدمنا، وثانيا كيزيد حتى السلام التعليم باش انهم يديروا مجهود اكثر باش انهم يقدروا يكونوا في موسيقى مكرمين. كانوا داروا لي واحد الوقت كريم في الهداره وبالنسبه للمركب الثقافي بن ناظور، كنشكر من هذا المناسبه كنشكرهم كاملين. الجوائز ديالهم كيف ما كان في جوائز قيمه، وكنشكر المؤسسه ديالي اللي سنين كنشكر المؤسسه ديالي قداس حسين ثانوي تقدم وزين التاهيليه مع الكمان، وكنشكر السيد المدير السيد عبد الرزاق العمري والحراس العامون بما فيهم السيد محسن والسيد شوقي البطراوي، كنشكرهم كاملين هذا العطور، كنشكر جميع الاساتذه اللي قررنا من ابتداء من السنه الاولى اعدادي الى السنه الثانيه بكالوريا علوم فيزيائيه، وكنشكر جميع الفاعلين اللي داروا لنا اني التكريم اللي ما قدرتش نذكرهم كاملين، ولكن كنشكرهم كاملين وكننصح التلاميذ اللي ما وفقهمش الله الثانيه بكالوريا انهم يلتمسوا لك هذه الكهوف، وكنحاول انني نقول للتلاميذ اللي عندهم في السيزيام غادي يمشيو الثانيه باك انهم يبداو في بالنسبه للثانيه بكالوريا انهم يبداو يوجدوا الباك من بدايه السنه، لان باش يحتل اخر السنه عاد كيفيه. وشكرا جزيلا لكم. الاسم ديالي هو نوال كوخو، تلميذة من مقدم بوزيان. اليوم كنتواجد في المدرسة ديالي حيث داروا هنا واحد الحفل ذكري بالنسبة للتلاميذ المتفوقين، وأنا جيت سعيدة وفخورة لأنني حصلت على نتيجة جد مشرفة. بالمناسبة كنبغي نشكر المدير ديالنا عبد الرزاق العمري على هذه المبادره الجميله اللي كتخلي ان التلاميذ يزيد القدام وكتشجعه انه يكون افضل. وكنشكر بالطبع دوري جمعيه الاباء واولياء التلاميذ حتى هما ساهموا في هذه المبادره، وكذلك الحراس العامين اللي واكبوا معنا طيله السنه الدراسيه، والكرام اللي حتى هما ما قصوش من الجهد ديالهم. كنبغي نشكرهم بزاف بزاف بزاف، وكنوجه تحيه للام ديالي والاب ديالي حيت حتى هما عاونوني ودعموني، وكيف كنعرفوا بان حتى الاسره هي كتلعب دور كبير في الحياه ديالنا. ونين بعد ان شاء الله اختار ايتود فرونسي. وبهذه المناسبه كنبغي نوجه واحد النصيحه تلامد انهم خصهم يقراو على راسهم حيت ما كاين ما حسن من القرايه، والانسان خصو تكون عنده واحد العزيمه قويه واحد الاراده، كيف كيقولوا بلي ان الاراده تقتل المستحيل، ما كاين حتى شي حاجه مستحيله في هاد الدنيا. خص الانسان انه غير شويه ديال المجهود وشويه ديال الصبر، واكيد الله غادي يوفقه وغادي ينجح في المسيره ديالو. شكرا. شكرا هنيئا لك.